في كف نظيف وفي ايد مش نظيفة، لانه كل ايد بتاخد في بوجه ايد بتعطي. كتار قالوا لك خلي ايديك بمي باردة وصدقتن، لانه مش بايدك. في ايدين مكتفين وما قالون جلادة، تعودوا على تبويس الايادة. ويلي بيعمل عملته بينفض ايده ومصرياته بيزيده. نصيحة؟ ما تحط ايدك تحت بلاطته. صحيح ايد وحدة ما بتزقف، بس فيها الفساد توقف. اذا كنت ضحية او شاهد على حالة فساد، فيك تبلغ لتحصل على استشارة قانونية مجانية. اتصل بالجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية